شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تسليم الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية. وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجائزة الذهبية للفائز عن تطبيق بلوك بيل بمعهد تكنولوجيا في إندور بالهند، كما سلم الجائزة الفضية للفائز من أوزبكستان بجامعة إينا في تشقند. وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا الجائزة البرونزية للفائز عن تطبيق فارم.